في الحقيقة أنا كانت الفاعلية في غاية الأهمية، لأنها تتعلق بأمر مهم جدا، وهو فكرة القراءة وتعلمها في المراحل الأولى، وهي بلا شك تواجه تحديا كبيرا في على مستوى البلاد العربية جميعا. فالأبحاث جميعها تؤكد على أنه ما لم نتجاوز صعوبات القراءة المبكرة في مرحلة مبكرة، ونأخذ بأيدي أطفالنا إلى مستوى جيد ومقبول من إتقان لمهارات القراءة الأساسية، فإنه من الصعب عليهم أن يتقنوا هذه المهارات في وقت لاحق. فكلما بدأنا مبكرا كلما كانت النتائج أفضل بالنسبة للمستوى النهائي لهؤلاء الأطفال. Very pleased to visit Morocco and to see the extraordinary efforts that are being made in terms of developing textbooks and curriculum for teaching reading and writing in Arabic. It's a particular interest of mine. I'm an Arabic speaker of the Egyptian variety, and I've always hoped that there would be something of this kind, you know, an initiative which took the subject very seriously, and that's what's happened here. It's quite extraordinary, the depth and the breadth of interest and enthusiasm from across the various sectors of the Ministry of Education, the regions, and all levels of the Education Ministry. I think the topics have covered all the important aspects. It's been quite rapid overview, and I'm sure some people left with their heads spinning with ideas. But there was a chance for good discussion of some of the points. We are very happy to be at this conference on early grade reading here in Morocco. We are here because we had an experience several years ago to work in the schools giving out my Arabic library, 6 leveled sets of books which were given to 1,725 schools across, rural schools across Morocco. I'm very happy to be at this conference because I'm hearing a lot of important issues being raised, probably more questions than answers, but that's exactly what conferences are supposed to do. كانت في الحقيقة ورشة أنا شخصيا التي تعلمت منها الكثير عن المغرب وعن التعليم في المغرب ووضع التعليم وذبت بتواضع الناس هنا وكيف هم آتون يغرفون من التعلم، يريدون أن يتطوروا، يريدون معرفة ما الأفضل في أساليب التعليم والتعلم بالنسبة للغة العربية. في الحقيقة أنا التي كسبت من هذه الورشة وأنا التي تعلمت. استفدت كما آمل إن شاء الله أن أكون قد أفدت بهذه التجربة، ومن المشاركات ومن الأسئلة ومن الاقتراحات لمسنا أن هناك رؤى وطموح وعزائم قوية لإحداث التغيير الإيجابي الحقيقي في نطاق تدريس القرائية للمراحل المبكرة. تمت دعوتي لأعطي محاضرات حول موضوع تأثير الخصوصية الحرفية في القراءة على عملية التعرف في القراءة في اللغة العربية، على عملية التعرف على الكلمات في اللغة من وجهة أو من منظور العصبي النفسي ومن المنظور الإدراكي أيضا. على موعدين مع إيام سكوينيا ارتبطت أساسا بحلقة مهمة جدا في المنظومة التربوية، خاصة في مسألة التعليم الابتدائي. يتعلق الأمر هنا بمسألة القراءة والقرائية باللغة العربية. صراحة يعني كنا على موعد مع خبراء في هذا الشأن، قدموا من عدة بلدان، بلدان عربية طبعا وبلدان أوروبية وكذلك أمريكية، وكان يعني مستوى الأداء ومستوى الاكتساب لمجموعة معارف يعني حول هذا المفصل الأساسي في المنظومة كان مهم جدا كذلك. فالإشكال أثار نقاش واسع، وبالتالي فالشيء الذي عمق النقاش والاكتساب على مستوى الورشات. في الحقيقة موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع وضع أو شخص داء في التعليم بصفة عامة والتعليم القراءة بصفة خاصة.